بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي مش هقول لك بقى اشترك في القناه عشان نوصل 70,000، لان انت كده كده ما بتشتركش ولا بتعبرني وبتخلي شكلي عره خالص في موضوع الاشتراكات ده، بس مش مهم. تعال نتكلم على موضوع حفيظ الدراجي. وطبعا زي ما قلت لك قبل كده، طول ما انت قاعد شوف حفيظ الدراجي بيكتب ايه، هتلاقي الراجل ده بيطلع لك كنوز حرفيا، لان حفيظ الدراجي بيحب ان هو يبقى شايف الصوره كامله، لكن يعمل ان هو عنده مشكله في موضوع ان هو ينقل الحياه كامله. هو بيقرر ينقل الحياه بعين واحده، العين دي هي اللي ترضي المتابعين اللي موجودين عنده. حفيظ الدراجي قال لك الوداد المغربي يبدا رحله الدفاع على اللقب القاري بمواجهه شبيبه القبائل، حيث وصل البارحه الى مطار هواري بوميديان بالجزائر العاصمه عبر تونس في رحله غير مباشره. طبعا حفيظ الدراجي مش هيتكلم خالص في موضوع ان تم تقليب الكاميرات بتاعه فريق الوداد المغربي من قبل الامن الجزائري، مش هيتكلم فيها خالص. ليه؟ زي ما قلت لك، نظريه العين الواحده، ان الحقيقه بعين واحده علشان خاطر تقدر ترضي الناس. ما ينفعش انك تقول ان اللي حصل مع المراسلين الاعلاميين او اللي حصل مع مراسل الوداد المغربي او المنسق الاعلامي بتاع الوداد المغربي وسحب الكاميرات منه وان هم هيدوا له الكاميرات بعد الماتش، ده ما بيحصلش في اي حته في الكوكب. لكن حافظ الدراجي هينقل الحته الثانيه، وهي حته النصر الوهمي. لازم ابين لك ان في انتصار حصل، والا ما كنتش حافظ دراجي. لازم ابين لك ان في انتصار حصل وفي مكسب حصل ونحن انتصرنا ونحن اقوياء. يسكت بقى على كده. قال لك في رحله غير مباشره، ورحلة غير مباشرة عبر تونس، الاتحاد المغربي لم يطلب هذه المرة تصريحا لعبور الأجواء الجزائرية مباشرة من الدار البيضاء كما فعل بمناسبة تشان. مرحبا. بص، وانت قلت مرحبا عن طريق ان انت قلبت منهم الكاميرات زي ما قلنا. وموضوع الاتحاد المغربي ده بحس ان انت عارف بس بتكرر كالعادة انك تعمل ان انت مش عارف. يعني هل الوداد طلب من الاتحاد المغربي بشكل مباشر ان هو يتكلم باسمه عند الاتحاد الافريقي؟ اصل موضوع الاندية غير موضوع المنتخبات، معلش، يعني موضوع الاندية غير موضوع المنتخبات، ده غير حاجة مهمة. ان انت ما كنتش فاهم ان فوزي لجع عبر طلبه بموضوع التصريح بتاع العبور في الحدود الجوية والمجال الجوي ده كان بيضرب لك كرسي في الكلوب وفي البطولة العيانة اللي انت كنت بتنظمها عندك اصلا. ففوزي لجع كان عارف ان انت مش هتوافق، وهو اصلا كان بينسحب على طريقته هو، وكان بينسحب بطريقة شيك، طريقة دبلوماسية تورطك انت، وقد كان وحصل فعليا. لكن لما تيجي تتكلم على الاتحاد المغربي اللي هو مسؤول عن المنتخبات ومش مسؤول عن الانديه، الا لو الانديه هي اللي طلبت من الاتحاد المغربي بشكل مباشر التواصل عن طريقه مع الاتحاد الافريقي لكره القدم علشان تطلب منه تصريح جوي، فانت معنى كده انك بتهبد وانت عارف انك بتهبد. هل الوداد طلب من الاتحاد المغربي ان هم يطلب من الكاف ان هم يسافروا بطريق بطياره مباشره من المغرب للجزائر؟ ما طلبش. امال انت بتهبد ليه؟ ما انت المشكله انك عارف انك بتهبد، بس المشكله فين؟ انك بتدور على الانتصار الوهمي اللي انت عايز تطلع كسبانه. زي قبلها كان كاتب تويتر حوالين الاعلاميين اللي تم تجنيدهم من قبل الموساد في الشبكات علشان خاطر يبثوا سمومهم ويبثوا موضوع التزييف بتاع الاخبار ده. سبحان الله يا جدع، واحد سرق ملعب في السعوديه وقال ان هو في الجزائر، وكمان سرق مزارع كانت موجوده في عمان وقال ان هي في الجزائر، وسرق مدينه كامله وقال ان هي في الجزائر. هو نفس الشخص اللي بيتكلم على التضليل الاعلامي. اهلا وسهلا بيكم في حقبه حفيظ الدراجي. حظيره الكبار بتطلع لنا ابطال. بس ابطال بيضحكوا مش ابطال بجد. فهقول لك ايه، انت عارف ان المغرب كانت بتضرب لك كوس في الكلوب، بس كالعاده حفيظ الدراجي لو المغرب ما هاجموهوش في يوم او التاني لازم يجيبهم على طريقه ان هو يهبد في كلام ملوش اي علاقه بالواقع. لكن حفيظ الدراجي كده وهيستمر كده بالمنهج بتاعه، لان زي ما قلت لك دي نظريه العين الواحده، انقل لهم بعين واحده وبلاش تعمل ان انت شايف الحياه كامله، عشان الحياه كامله بتزعلهم واحنا موجودين عشان نزعلهم للامانه. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش ولا يهمك.